لا زالت الغارات كثيفة على مناطق متفرقة في لبنان، وخاصة الغارات التي تشن على ضاحية بيروت الجنوبية. مثلما تقول إسرائيل هي العقل المدبر أو مراكز القيادة ومراكز التخطيط ومراكز أيضا المراكز الإمداد الاستراتيجي لعناصر حزب الله، لكن المعارك في الجنوب ومحاولات التوغل ربما لا زالت في مراحلها الأولى، أو ربما إسرائيل لم تنجح إلى حد الآن في تحقيق اختراق معين، أو ربما هي فقط تحاول جس النبض والاستعلام أو ما يعرف بعمليات استعلامية من أجل تحديد عناصر حزب الله أين يتمركزون وما هي الأسلحة التي يستخدمونها وخاصة قدراتهم الصاروخية. بالحديث عن العمليات التي حصلت البارحة هنا في العديسي وشهدت أكبر عملية برية من حيث الخسائر بطبيعة الحال منذ بدء العمليات في الشمال، مثل ما يقول الجيش الإسرائيلي هنا، فقد الجيش الإسرائيلي البارحة 8 عناصر من قوات النخبة. لا يزال الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم من هذه الناحية. كانت هناك محاولة البارحة للتقدم نحو كفر كلا، لكن اليوم ربما كانت محاولة أخرى عبر بوابة فاطمة أو ما يعرف ببوابة فاطمة. نذكر بأنه هنا جدار إسمنتي كبير وهو يمشي بالتوازي مع الخط الأزرق المعروف بخط عام 2000. كان هنا محاولة للتوغل، ويقال بأن دبابة ميركافا قد انسحبت القوات الإسرائيلية وتركت وراءها دبابة ميركافا، لكن لم يستطع أي أحد حسب شهود العيان الاقتراب منها مخافة أن تكون ملغمة أو مفخخة، خاصة وأنها لم تصب بأعطاب كبيرة. لكن العملية الكبيرة أو العمليات المنطقة التي شهدت أكبر العمليات في المنطقة الشمالية مثل ما يقول الجيش الإسرائيلي هو محور أو منطقة مارون الراس، ويقصد هنا هذه السهول التي شهدت معارك كبيرة في حرب عام 2006، أين حاول الجيش الإسرائيلي استخدام كتائبه المدرعة عبر الدبابات والمركبات المدرعة لاقتحام هذه المناطق. بعد محاولة فاشلة البارحة في التقدم نحو مارون الراس، حاول الجيش الإسرائيلي أيضا التقدم نحو يارون أيضا ربما من أجل تطويق هذه المناطق، لكن مثل ما تقول مصادر إسرائيلية وأيضا مصادر من حزب الله تم استخدام 4 ألغام أو 4 عبوات ناسفة في هذه المنطقة، ويبدو أن إسرائيل خسرت مرة أخرى أو لواء جولاني تحديدا 4 عناصر أو 4 عناصر من قوات النخبة، بينما تعدى عدد المصابين 10. يبدو أن الجيش الإسرائيلي بعد سحب قواته المحدودة بطبيعة الحال التي عبرت الجدار قام بقصف هذه المناطق بقصف مكثف إلى غاية بنت جبيل، وهذه أسلوب يعتمد عليه الجيش الإسرائيلي إلى حد الآن، تجربة أو إرسال عدد محدود من القوات من أجل الاستطلاع، ثم بمجرد حدوث اشتباك أو إطلاق للنيران يسحب القوات، ثم يستخدم الطيران الحربي بكثافة من أجل تدمير المناطق التي تصدر أو الجهات التي تطلق النار في اتجاه الإسرائيلي. إلى حد الآن لا يوجد توغل بري واضح أو تقدم أو أنباء على أنه سيكون هجوم كامل أو واضح نحو محور معين. عبد الجليل، إذن يمكننا القول أن إسرائيل حتى الآن هي تجس نبض حزب الله، دعنا نقول، في هذه المواجهة البرية؟ بطبيعة الحال صهيب، هي نجحت في اغتيال العديد من القادة ورؤوس الفرق، لكن إلى حد الآن هي غير متأكدة بأن القوات أو خاصة قوات الرضوان أو أيضا القوات التي تسهر على حماية الحدود وأيضا المواقع العسكرية لحزب الله هي لا تعرف هل هي فقدت قواتها وكم تمتلك من الصواريخ. اليوم مثلا على ذكر ذلك قامت قوات حزب الله باستهداف دبابة ميركافا وراء الحدود بصاروخ كورنيت، صاروخ كورنيت الذي لم يظهر في الحرب هذه المرة منذ بدايتها، وهو أثبت نجاعته بشكل كبير عام 2006 ضد دبابات ميركافا مثلا. ولكن عمليا ما الذي اتضح من خلال عمليات جس النبض هذه أو الاستطلاع هذا بأن عناصر الحزب يعني يجهزون يعني هم يعني يشكلون مقاومة شديدة إذن للقوات الإسرائيلية في الأيام المقبلة، يعني سنشهد ربما تصاعدا للمواجهة البرية؟
بطبيعة الحال صهيب، أنت تعرف بأن هذه المنطقة التي نتحدث عنها تضاريسها صعبة جدا، خاصة إذا قارناها بغزة مثلا، هناك جبال ومرتفعات، وأنت تعرف بأن المناطق المرتفعة والجبلية تمثل ميزة استراتيجية كبيرة للقوات التي تقوم بمهام دفاعية، أي بإمكانها القيام باستطلاع دون الحاجة إلى المسيرات. وأيضا أنت تعرف بأن هذا الجدار الإسمنتي الذي بني حوالي خط أو الخط الأزرق فيه بوابات محددة، هذه البوابات التي تتوسط الجدار الإسمنتي كل بضع كيلومترات هي المناطق التي يخترق عبرها الجيش الإسرائيلي، لا يمكن للدبابات العبور في أي مكان، وبالتالي يمكن توقع وانتظار القوات الإسرائيلية. والحزب يعني تحضر لوقت طويل لدخول الآليات والجنود الإسرائيليين. إذن شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات عبد الجليل من خلال هذا العرض لأهم التطورات الميدانية في الجنوب اليوم. شكرا جزيلا.